الأستاذة لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك لينا. برأيك هل فعلا تصريحات ترامب هل تبرر هذه الارتفاعات التي نراها حاليا على أسعار النفط؟ وبرأيك يعني أسواق النفط ما هي السيناريوهات التي تتوقعها إذا ما حدث نوع من التفاهم السعودي الروسي؟ هل سيكون هناك تخفيض كبير للإنتاج؟ نعم، مرحبا بكل متابعي سي ام بي سي. نتحدث عن اسعار النفط، اليوم ارتفعت بشكل كبير كما ذكرت. المحادثات التي اجراها دونالد ترامب مع الرئيس الامريكي بوتين مع ولي العهد ربما دعمت الاسعار، لان هناك توقعات ان يكون هناك توصل لاتفاق حول نهايه او انهاء حرب الاسعار. نتحدث ايضا عن الصين التي تقول انها ربما ستتحضر ايضا لشراء النفط في ظل أسعار النفط المنخفضة لتمويل احتياطاتها الاستراتيجية. أيضا نتحدث عن شركات نفطية ربما هي بالفعل تتعثر، ربما تعلن عن إفلاسها أو تتعثر هذه الشركات نتيجة انخفاض أسعار النفط. هذا ما يقلل من تخمة المعروض، وبالتالي ما دفع أسعار النفط نحو الارتفاع. ربما هذه المحادثات التي من خلال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا والسعودية ربما يحصل اتفاق، لابد أن يحصل اتفاق في ظل انخفاضات الحادة في أسعار النفط، بخاصة أن شهر أبريل سيكون هناك ارتفاع كبير، لا يوجد أي قيود على الإنتاج. يعني هنا توقعات بأن يكون كل دولة منتجة سوف تقوم بإنتاج كبير للنفط، بالتالي لا نعلم مدى التوقعات بأن يكون هناك تخفيض للإنتاج إلى أي مدى، لكن نتوقع في المدى القصير بأن يكون هناك ارتفاعات، ولو تم التوصل إلى نوع من التفاؤل والاتفاقات سوف نشهد ارتفاعات ربما لأسعار النفط. نتحدث عن 27، لكن على المدى الطويل ما زلنا نتحدث عن تخمة في المعروض بشكل كبير وانهيار في الطلب، وبالتالي توقعات بأن تكون أسعار النفط على المدى الطويل دون $20. نعم، فيما يتعلق أيضا للبيانات الأمريكية الأخيرة، يعني كانت هناك نوع من التراجع وحتى هناك انكماش، ولكنه كان أقل مما تم توقعه في الأسواق فيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية. هذا إلى ماذا يعني ما هي الدلالات من وراء هذه البيانات لينا؟ نعم، بالفعل هذه البيانات التي ظهرت عن انكماش في القطاع الخاص ولكن جاء أقل من المتوقع، نتحدث عن 27,000، لكن هذه البيانات ليست حقيقية، ليست بالأرقام الحقيقية. إذا تحدثنا عن فترة انتشار فيروس كورونا ووصوله في الولايات المتحدة الكبير بشكل كبير هو بعد منتصف مارس، نتحدث أيضا عن كل الإجراءات الحجر هي كانت في الجزء الأخير من الشهر. هذه الأرقام ليست حقيقية لكن تعطي لمحة عن سوء الوضع في الاقتصاد الأمريكي، لكن الأرقام الحقيقية فعلا رأيناها هي عن طلبات إعانات البطالة الأمريكية التي أظهرت يعني مستويات قياسية أو تاريخية نشهدها ب 3.5 مليون، بالتالي من طلبات الإعانة، وهناك توقعات بأن تظهر اليوم طلبات إعانة البطالة وتوقعات تشير إلى أكثر من 3 مليون، بالتالي تعطي دلالات على مدى ضعف الاقتصاد الأمريكي ودخوله مرحلة انكماش وركود اقتصادي. يعني كما توقعت جولدمان ساكس أن يكون هناك لركود اقتصادي في الولايات المتحدة بأكثر من 34%. نتحدث عن قطاع التصنيع الـ ISM، بالتالي أعطى أيضا بيانات أيضا ضعيفة، فبالتالي كل هذه الأرقام تعطينا انكماشات، لكن بالنسبة لهذا بيانات الوظائف القطاع الخاص لم تعطينا الصورة الحقيقية. نحن نترقب بعد ذلك أي بيانات سوف تظهر سوف تعطينا أرقام حقيقية، ونترقب أيضا بيانات الوظائف الغير زراعية التي سوف تظهر غدا، بالتالي ربما يكون أيضا توقعات بأن نكون عند 100,000 وظيفة. نعم، نعود إلى الذهب. الذهب الكثير يدور حوله فيما يتعلق إن كانت هناك نوع من التسييل للمحافظ فيما يتعلق بالمستويات التي يأخذها الذهب وأيضا المراكز التي يأخذها خصوصا مع هذه التخفيضات في أسعار الفائدة. كيف نرى التحركات المستقبلية للذهب؟
الذهب يعني على المدى القصير سوف نرى هناك تذبذب، ولا نستبعد أن يكون هو يعني الانخفاضات هي المسيطرة في هذا الوقت، لأن هناك تفضيل من قبل المتداولين إلى السيولة الدولارية أكثر من الذهب، نتحدث عن الكاش، فبالتالي هناك مستبعد بالرغم من كل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومات والبنوك المركزية التي بالفعل يجب أن تدعم أسعار الذهب، لكن هو المخاوف من انتشار فيروس كورونا أثر بشكل كبير على نفسية المتداولين وبالتالي التوجه إلى الكاش، فبالتالي لكن لا أستبعد على المدى المتوسط والطويل مع هذه الإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية والوضع الاقتصادي العام الذي نتحدث عنه أن يكون هناك اتجاهات لأسعار الذهب ونرى عودة لمستويات الألف و640 ربما فوق عند 1700 نقطة، لكن على المدى القصير سنبقى في تذبذب بين ارتفاع وانخفاض. نعم، أشكرك لينا قنوة وأشكرك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.